والآن أحد السيدات والسادة المتدخلين عن فريق الحركي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيسة، سيد الوزير المحترم، سيدة والسادة النواب المحترمين. سيد الوزير، عادة في مثل هذه الفترة من السنة وبعد كل موسم الحصاد كنكون هنا في المجلس النواب أو في البرلمان بصدد حوار برلماني حكومي حول حصيلة الموسم الفلاحي واستشراف الأفق، ولكن هذه السنة تختلف عن سابقتها بفعل جفاف الاستثنائي لضرب المملكة، وكذلك نظرا لتأثيرات تداعيات جائحة كورونا. هذه التداعيات تجاوزت القطاع الفلاحي لتضرب كافة قطاعات الاقتصادية المغربية. موضوعنا اليوم سيد الوزير يهم فضاء أو مجال يستأثر بالمساحة الشاسعة وساكنة كبيرة ويد عاملة تفوق 40% من الساكنة الناشطة ببلادنا، وبالتالي نحن في مرحلة حاسمة وفاصلة تختبر قدرتنا أو قدرة سياستنا على تجاوز الإكراهات لتحولها إلى إنجازات. لا يمكننا بطبيعة الحال إلا الإشادة بما تحقق من مكاسب وإنجازات بفضل النظرة البعيدة المدى للمخططات الفلاحية التي أطلقها سيدنا الله يسره قبل عقود، والتي بفضلها ينعم المغرب اليوم باكتفاء ذاتي من الخضر والفواكه والقطن، الحليب ومشتقاته، اللحوم بكافة أنواعها، وكذلك المنتجات البحرية المختلفة. هذه الإنجازات لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد. سيد الوزير، نجاحكم نجاح للشعب المغربي كافة، ولا نحتاج إلى برهان أو إثبات، لأن السوق المغربي اليوم خير شاهد على هذا الإنجاز بالوفرة ديال المواد الغذائية وتنوع المنتجات بأثمنة معقولة، ونحن في ظرفية استثنائية تزامن شهر رمضان مع الجائحة ديال كورونا. إذا كان الواجب يستدعي التنويه بكل المرابطين في الصفوف الأمامية لهذه الأزمة، فدور الفلاحين والكسابة والبحارة لا يقل أهمية على هذه الأدوار التي انخرط فيها كل الشعب المغربي تحت قيادة جلالة الملك نصره الله، فلهم كل تحية وتقدير. تتمين هذا الدور لا يحجب علينا المشاكل والمعاناة التي يعيشها هؤلاء الفلاحون والكسابون والصيادون أو البحرية داخل مجالس. لطالما نبهنا في الحركة الشعبية لواقعه المزري، وأقصد بهذا العالم القروي والمناطق الجبلية. هذا الواقع اللي عرات جزء منه كورونا، واللي بقى كملوا يعني جفاف الاستثنائي لهذه السنة. لذلك سيد الوزير، نطالبكم ونقول لكم بأن العديد من هؤلاء الفلاحة والكسابة لم يتوصلوا بالدعم اللي خصوا صندوق محاربة جائحة كورونا لمبررات وأسباب نعتبر بأنها غير منطقية. فلا يعقل يستثنى فلاح فقير ما عنده من الفلاحة إلا الاسم، ما يمكنش، ولا يعقل باش نستثنيه من هذا الدعم لأن أو ليكون البطاقة ديالو الوطنية فيها مهنة فلاح، أو لأنه كيتوفر على واحد عدد محدود من قطاع الماشية. هذا المواشي اللي ما استطاعش بفضل أو بفعل إغلاق الأسواق باش يسوقها، وكتعرفوا السيد الوزير كاين بعض الكسابة أو الفلاحة اللي عنده عدد محدود من القطيع كيمشي كيبيع خروف أو معزة أو ما شابه باش يوفر لوليداتو هذاك الماكلة ديالهم أو القوت ديالهم خلال الأسبوع. فإذا كنا نفتخر بهؤلاء كصناع الأمن الغذائي، فإنه يتعين علينا تحفيزهم ودعمهم، ونحن نعول عليكم سيد الوزير لأننا نعتبركم المحامي الأول على هذه الطبقة لإنصافهم ومساعدتهم. السابق السيد الوزير، ينتظرون إعلانا واضحا للحكومة بخصوص عيد الأضحى، لأن الناس على أعصابهم. سيد الوزير، التجار ديال الماشية على أعصابهم كيتسناو هذا القرار بفارغ الصبر، وكتعرفوا سيد الوزير بأن عيد الأضحى كيف ما قلتي من قبل أنه عيد لوجيستيكي، كتعرف بأن هذه المناسبة كتضخ أكثر من 8 مليار درهم في العالم القروي خلال فترة جد وجيزة. فلا بد من حسم هذه المسألة
باش يرتبوا الكسابه والفلاحه يعني الامور ديالهم. ترقيم الاغنام في العديد من المناطق المعروفه بالكسيبه لا زالت تنتظر. واعطي هنا مثال بالمنطقه ديال دار قيد السي عيسى باقليم اسفين معروفه بسلاله السردي. ضعف حصه العلف المدعم بحيث ان مجموعه من الفلاحين الصغار لم يتوصلوا لحد الان لحد اليوم اقليم اسفي سيد الوزير لم يتوصلوا بالحصه ديالهم لي وحتى الى توصلوا بها فكتكون هذيك الحصه هزيله او كتكون الميزانيه ديال الاسره لا تقبل باش يمشي يشري هاد الشعير المدعم. لذلك ونطالبكم بنفس المناسبه بالمزيد من الشعير المدعم. هناك مشكل ديال منتجي السمندر خصوصا بمنطقتي عبده ودكاله. سيد الوزير هاد الناس كيتخبطوا في مشاكل كبيره، قله المياه الساقن او انعدامها وضعف المحصول، وكاين مشكل ديال المكننه. دابا هذاك القليع كيقلعوه بالماكينه، هذيك الماكينه كتقلع السمندر وكدي حتى ديك الورقه كي كانوا كيستعملوها الناس في علف المواشي، وكتخلي ما بين 5000 و 8000 درهم لكتار. وكاين مشكل عاوتاني حتى ديال الزياده في التكلفه ديال ذاك القلع بالماكينه، زياده ديال 20%. بالاضافه للمعاناه مع الجفاف وجائحه كورونا، هناك مشكل الراعي الجائر حتى هو. ونبيكم سيد الوزير الله يجازيكم بخير، يوم السبت الماضي كانت واحد العاصفه رعديه اللي كان بها التبروري في منطقه ديال افران، اللي ضربات اشجار المثمره حوالي 70% من المحصول، والمحصول ديال كذلك التفاح والبصله والبطاطا والثومه في جماعه تم حضيت ووادي افران وسيد المخفي. لذلك نطالبكم سيد الوزير الا كان ممكن في الظروف يعني نعرفوا بان صعيبه افاد اللجنه الوقوف على الخسائر والوقوف بجانب هذه الفلاحه. تاخر صرف تعويضات لاماندا الشطر الثاني والشطر الثالث. بالنسبه للمربي الدواجن سيد الوزير، هناك الناس اللي غيمشيو للافلاس، كاين دجاج ب 11 درهم كيبيعوا دابا ب 7 درهم في السوق. بالنسبه للبحاره نطالبكم سيد الوزير بتخفيف يعني شروط التنقل شكرا السيد نائب محترم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.